واحد بيقول من أين جاءت القداسات ومن الذي لحنها؟ هو السيد المسيح وضع أول فكرة عن القداسات لما قال خذوا كلوا هذا جسدي وخذوا اشربوا هذا دمي، وفي كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموت إلى آخر. والكلام ده سلمه المسيح لتلاميذه، وبولس الرسول قال في كورنثوس الأولى إصحاح 10: تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا، إن في اليوم التي في الليلة التي سلم فيها نفسه عنا أخذ خبزا إلى آخر. فأول قداس اتعمل كان في أيام الآباء الرسل، وقيل في التاريخ إن القديس يعقوب الرسول الذي صار أسقفا لأورشليم هو أول من عمل قداس. عندنا ماري مرقس في مصر عمل برضو قداس، وتعددت القداسات عملوها الآباء القديسين. صلوات مبنية على الأساس اللي وضعه المسيح، يعني الأساس وضعه المسيح وهم عملوا القداسات دي. وفي قوانين الرسل موجود صيغة قداس مختصر في قوانين الرسل.